أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من فضل العامل الكافر على العامل المسلم لأن الكافر يعمل بإخلاص، فهل يدخل هذا في مولاة الكفار؟ نعم، له نصيب منه. إذا قال إن الكافر أحسن من المسلم في كون الكافر يعمل بإخلاص والمسلم، هذا تنقص للمسلم وتزكية للكافر، فهذا لا يجوز. ما نقول أنه يكفر، لكن نقول هذا العمل لا يجوز. فالمؤمن فيه خير مهما كان، والكافر شر ولو كان أنه عدو لله، وعدو لله، فلا تمدحه ولا تزكيه على المسلم. وإذا كان واحد من المسلمين أنه ما هو بيشتغل ولا وكسلان، أبعده وجيب واحد يشتغل، ما تجيب كافر، تجيب واحد مسلم من الأقوياء الناصحين، والمسلمون فيهم خير ولله الحمد. نعم، فيهم ناصحون. نعم.